بالتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي السوري احمد كامل. اهلا بكم استاذ احمد الى استوديو رافدين. كيف تنظر للمفاوضات الدائره بين قوات النظام والمعارضه لتفعيل اتفاق خفض التصعيد في الغوطه؟ الى ماذا ستصل برايك؟ حتى الان لم تصل الى شيء، وهي يعني وكأن المفاوضات هي هدف بنفسها بذاتها. يعني الروسي يريد أن يوحي بأنه سيد الموقف، لأن هناك من ينافس على ذلك، هناك الأمريكي وهناك الإيراني وهناك التركي وهناك حزب الله وهناك الأكراد، كل هؤلاء ينافسون الروسي على السيطرة في سوريا، فهو يقوم بالكثير من الأعمال الاستعراضية حتى يقول أنا صاحب الكلمة وأنا المسيطر وأنا انتصرت عسكريا وأريد أن أقوم بحل سياسي، وهو لم ينتصر عسكريا ولا يقوم بحل سياسي. ولكن في النهاية بوتين وروسيا بشكل عام ينفذون رؤية إيرانية روسية بنفس الوقت. ليس كل الوقت، ليس دائما، هناك هامش مشترك ما بين الطرفين وهناك حاجات مشتركة. يعني الروسي عنده طائرات ولكن ما عنده قوات على الأرض، هو لا يريد أن يخسر ألوف الجنود في سوريا كما خسر في أفغانستان، لم ينسى الدرس الأفغاني بعد، وبالتالي الروسي موجود في الجو، الإيراني موجود على الأرض، وكل واحد محتاج الآخر. ولكن هناك اختلافات ما بين الطرفين، هناك أجندات مختلفة وهناك مستقبل لسوريا يختلف ما بين الطرفين. الإيراني يحب الدولة ذات الميليشيات، يريد تفتيت الدولة السورية كما فعل في العراق وكما فعل في اليمن وكما فعل في لبنان. أما الروسي فعنده عقلية مختلفة، هي عقلية الدولة المستبدة، ولكن الدولة لا يحب الميليشيات ولا تفتيت الدولة. نعم، تصريح قائد الحرس الثوري الإيراني بأنه عندما قال بأنه لم يكن بمصلحة طهران أن يتم القضاء على تنظيم الدولة في بداية، هل كان تنظيم الدولة برأيك ورقة رابحة بيد طهران والقوى العالمية لتدمير سوريا؟ كل ما فعلته داعش وجودها وكل أفعالها كانت ضد مصلحة الشعب السوري ولصالح النظام ولصالح أعداء الشعب السوري من أولها لآخرها، لم تكن بعمل واحد أفاد الشعب السوري على الإطلاق، كله كان مضرا، وهذا ما يدفع الناس إلى الاعتقاد بأنه داعش يا إما خلقت ركبت من قبل إيران ومن قبل روسيا، يا إما هي مخترقة من قبل إيران ومن قبل روسيا، والنتيجة واحدة أنها قدمت خدمات للنظام لا مثيل لها، وقدمت خدمات سواء تدري أو لا تدري برضاها أو بدون رضاها هذا لا يهم. هل المعارضة السورية التي اجتمعت في الرياض والتي أثمر عنها وفد للذهاب إلى سوتشي وجنيف، هل المعارضة هذه المشكلة تمثل تطلعات الشعب السوري وتحقق ما يريده الشعب السوري على الأرض؟ أبدا، الآن صارت المعارضة عدوة للشعب السوري. ما أثمر عنه مؤتمر الرياض هو كيان معادي للشعب السوري، كيان فيه عملاء للنظام، فيه عملاء لروسيا، فيه عملاء للنظام المصري، وعندهم حق الفيتو. يعني القرارات في هذا الكيان الهجين الذي يضم مخبرين ومخابرات وعملاء لمحتلين سوريا وعملاء لدول أخرى إضافة لبعض المعارضين المساكين الدرويش، هذا الكيان معد للتوقيع على هزيمة نهائية للشعب السوري. يعني هل نحن الآن أمام سياسة فرض أمر واقع على الشعب السوري ببقاء نظام معين أو ذهاب النظام، على ماذا سيتفقون في النهاية؟ يعني لن يوافقوا على ذهاب النظام أبدا، هذه نكتة وتسريبات للضحك على السوريين لتبليع هذه الكارثة التي حصلت في الرياض، وهي فقد الشعب السوري كل قدرة على التأثير في مصيره مطلقا، صفر. صار الآن دور المعارضة ودور الشعب السوري، رأي الشعب السوري في مصيره صار صفر، صفر مطلقا. بدهم يضحكوا علينا ويقولوا لنا أنه سوف يتم التخلص من بشار، وهذا لن يكون، لأن الروسي يعرف ولأن الإيراني يعرف بأن سقوط بشار الأسد سوف يضرب النظام السوري ضربة
لن يعود كما كان أبدا إلى يوم القيامة. هل سيختزل موقف الشعب السوري أستاذ أحمد؟ هل سيختزل موقف الشعب السوري ومعناها الموقف معناها الشعب السوري بالمواقف التي ستفرض عليه، أم أننا سنشهد عملية جديدة للثورة أو انطلاق جديد للثورة على رؤوس المعارضة قبل رؤوس النظام؟ هذا ما أتمناه وهذا ما يعمل عليه الكثير من السوريين. إذا لم تحل أساس المشكلة سبب الثورة السورية، السوريين ما عملوا ثورة وخسروا مليون شهيد للتسلية أو تقليدا لثورات عربية كما يقول بعض المجانين، لا، السوريين عملوا ثورة لأنه يخضعون لنظام استعبادي، وطالما هذا النظام موجود وطالما هذا الاستعباد موجود وهذا مؤكد أنه سوف يستمر فسبب الثورة موجود. نعم الأستاذ أحمد كامل المحلل السياسي السوري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.